هذه المحمية صدر فيها مرسوم سلطاني عام 1996. السلطنة موجودة فيها خمسة أنواع اللي موجود معانا حنا هني في هذه المنطقة وتشتهرب اللي هي السلحفاة الخضراء. بالنسبة لموسم التعشيش يبدأ بداية من شهر 6 تقريبا إلين شهر 10. يبلغ طول المحمية حوالي 120 كيلو متر. الشواطئ اللي تعشش فيها السلاحف حوالي تقريبا 43 كيلو إلى 45 كيلو. في فترة الموسم عندنا تقريبا 60 سلحفاة إلى 100 سلحفاة. السلاحف ما تجي إلا لأجل وضعية البيض. الذكور وصغار السلاحف تظل في البحر. السلاحف تجي للشاطئ من بداية الغروب لين حد الشروق. من طلعت عليها الشمس كلها رجعت للبحر. حنا تقريبا أكبر وزن بالنسبة لأوزان السلاحف تقريبا حوالي 190 كيلو جرام إلى 200 كيلو جرام. أقل وزن تقريبا حوالي 70 أو 80 كيلو جرام. إيسال هوتي هي مديرة مشروع عمان تحت المجهر، وتخصصي هو التصوير تحت الماء. بدأت هذا المشروع من 2014 وتكلمت عن الوجوه والطبيعة في عمان، ولما شفت نجاح المشروع الأول في 2014 انتقلت إلى مشروع آخر يخص الحياة البحرية في عمان. فكرت إنه هاي مشروع عمان تحت المجهر الهدف منه هو يكون عالمي مش محلي، يعني أرسل جمارية عمان للخارج، خلي الناس يكتشفوا إيش هي عمان. والهدف الأسمى هو تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية استجابة لرؤية عمان 2040 التي يقودها سلطان البلاد المفدى السلطان هيثم بن طارق حفظه الله.